مساء الخير على كل مشجعي ومشجعات مهارات عظيمه. اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من حلقاتنا. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض مهارات جديده، وصفات بسيطه وجميله، وان شاء الله تعجب حضراتكم. في البدايه خلينا نقول النهارده في طلب خاص من دانا ولا من فريده؟ من فريده. فالرودي احنا النهارده هنعملك الرز الملون ان شاء الله يعجبك وتتبسطي بيه باذن الله. بس هنعمل كمان جنبه هنعمل كده وصفه جميله، كفته الدجاج جميله جدا تنول اعجاب حضراتكم، ليها تاست كده مختلف، سواء عملناها في الجريل، عملناها في الفرن، عملناها في مثلا شوي على الفحم، اللي يريح حضرتك. خلينا اول ابدا في رز فرودي عشان ايه فرودي تبقى مبسوطه معانا. انا الاول هبداه هنا وبعدين نبقى ننقل الايه الرز بتاعنا. هنقول مقادير الرز الملون. هو انا هشتغل برز ابيض عادي سواء مصري او بسمتي المتوفر عند حضراتكم. هناخد 3 كوبايات من الرز، وعندي كمان الوان طعام انا هستخدم منه. لو عندنا زعفران كان بيها، عندنا كركم ممكن نعمله في شويه ميه ونحطه يبقى ده اللون الاصفر اذا احنا عايزين نستخدم مكونات طبيعيه، والازرق والاحمر نقدر نستخدم الوان الطعام الصحيه اللي بنستخدمها في الكيكس كده. تمام. طيب عندي عود قرفه، عندي معلقه صغيره من الكاري، عندي ورق لورا وحبهان وملح والمرق عشان انكه الرز بتاعي. لو عندنا فصين مستكه كمان يا محمد هاتهم لي اذا سمحت، عشان الرز الابيض بيتنكه بفصين مستكه حلوين كده يدوا له طعم وتيست حلو مع الزيت وايه والحاجه بتاعتنا. وهاتي شويه رز ابيض كمان زياده. بصوا بقى، انا هاخد اول حاجه شويه كده من الزيت احطهم هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه كده. وهاخد معاهم الاول كام حبه هنا، وهحط نقطتين من الكاري مش كتير، انا هدي طعم بسيط قوي يعني حاجه خفيفه كده، لان انا ايه مش عايزه اخلي طعم الكاري طاغي عليه. تمام. يلا عاملين حساب محمد. يلا ادي كام فص حبهان كده. انا بس بحب اعمل ايه بقى في الحبهان، ساعات بدوس بس عليه كده عشان اديها تطلع لي النكهه، يعني يا دوب بس عشان البذور اللي جواه. وهاخد كده كام كبش قرنفل اهو، 3 أو 4 علشان يدوني طعم للرز. كل ده هيطلع على الوش بتاع الرز، مش هيجرى له اي حاجه، بس انا بديله تشويحه كده عشان يبقى طعمه جميل. بصوا ازاي، حاجه بسيطه جدا. وعندي هنا فصين المستكه، هاخد فص واحد كبير او فصين بس كده، مش اكتر من دول اهم. شايفين فين اهم فصين المستكه هيدوبوا دلوقتي حالا، لازم يدوب في ماده دهنيه، ما ينفعش حضراتكم تحطوه كده على طول لانه هيلزق في جناب الحله وهيضايقكم قوي، هيبقى صعب انه يعني تشيلوه حتى لو في الغسيل، الا لو اضطريتوا تجرحوا الحله. طيب انا بدوبه لان هو بيدوب. وهنتكلم عن المستكه على فكره وفوائدها، لان ليها فوائد كتير، وقلنا ان شجره المستكه دي بتطرح 3 طرحات ب3 ألوان مختلفه، الشفاف والابيض اللي شبه لبان الدكر ده، ولون تاني كده ايه يعني شفاف جدا، ولون ليه شبه لبان الدكر، ولون تالت، فال3 طرحات ب3 ألوان مختلفه. فساعات لما نشوف المستكه يقول لك دي مش اصلي، لا هي بتبقى على حسب الطرحه بتاعتها وليها مواعيد. هاخد كده. عايزه اقول لكم القرنفل ده كمان من الحاجات الرائعه للصدر جدا، خصوصا في وقت ما يبقى عندنا بلغم، وبيقاوم الالتهابات بشكل قوي جدا ومسكن للالام. هات لي رز تاني يا محمد. وعايزه اقول لكم الناس بقى اللي عندها مشاكل في صدرها رب ولا قدر الله، عايزه اقول لكم هو مسكن جدا للالام دي، يعني القرنفل من الحاجات الجميله. في ناس تحب تشرب الشاي وتحط فيه 2 قرنفل في البراد، او تشربه في كوبايه الشاي بالقرنفل، يعني ناس تشربه بالحبهان على حسب. املهولي هنا شويه. وانا هاخد كده بقى ايه تقليبه، هاخد رشه الملح من هنا. انا مش هكتر الملح لان انا هسقي بمرق خلاص. خش جيب لي شويه رز زياده. هنقلب. انا عايزه اديله بس فايده، ممكن نحط نقطه كده، ممكن تسيبوه ابيض بس انا حبيت اضيف له ده عشان يبقى طعمه جميل. لا ده في الاخر بعد السوى.
هقول لكم بقى. اما يجي يتشرب يا ندى هنعمل الخطوه دي، مش هنحط من الاول خلاص، لان انا لو حطيت اللون من الاول يا جماعه وانا بسقي بالمرق هيبقى خلطبيطه بالصلصه، هيبقى ريمبو. وضحت كده؟ طيب بسم الله، هناخد المرق بقى سخن. بسم الله الرحمن الرحيم. كل كوبايه رز جافه عليها كوبايه ونص الكوبايتين على حسب نوع الرز. خلاص الرز انواع، الرز الخليجي او لازم نحترم فيه النقع، الرزايه بتبقى اطول واتخن، فلازم نخلي بالنا من النقطه دي ونديها حقها. كل ما هننقعها كل ما هتنفش معانا فالتسويه تبقى احلى. هزود شويه ميه سخنه كمان بس كده، ما ينفعش احط ميه ساقعه خالص، ولا على لحمه بتستوي ولا على فراخ بتستوي ولا على اي حاجه خدت درجه حراره عاليه على النار. اول ما باجي اضيف لها اي ميه ساقعه كاني بوقف تسويتها، وده بيحصل ساعات في اللحم وتلاقوها ايه تقولوا شدت معانا اللحمه ما استوتش كويس، ده مش حلو، فلازم نراعي القصه دي ولا ايه؟ ماشي. ماشي يا سبايدر. هاخد بقى عود قرفه صغنن كده، انا عايزه ادي نكهه لطيفه للرز بما اني احط الوان، هو الفكره فيه في الكالرز يعني الالوان اللي بتتحط فيه. اول ما يبدا يغلي معايا هوري حضراتكم، هبدا اهدي نار واسيبه يتشرب. احنا امبارح عملنا رز الحقيقه، انا يعني بقول الحمد لله لكل اللي داقه قال انه رز طعمه كان جميل ومنكه وسبحان الله يعني احلى من اللي بناكله بره وحاجه بيتي وجميله. هيبدا يغلي هسيبه شويه، اول ما يغلي اول غلوه هبدا اهدي النار واسيبه يتشرب براحته عشان ما ياخدش مني نسبه ميه، تبقى الرزايه مفلفله وتاخد وقتها. طيب هنتكلم بقى عن الفراخ. الوصفه بتاعتنا دي وصفه لطيفه جدا وسهله وجميله بس طعمها حلو. هي فيها يمكن تريكه كده في الاول، بتدي تيست حلو للي مش عايز يحطها، مفيش مشكله يعني ممكن نستبدل الطماطم دي بمعلقه مثلا من مش معجون الطماطم، من الهريسه او من الفلفل الحار الاحمر او الفلفل البلدي الرومي ونستغنى عنها خالص، بس هي بتدي تيست حلو قوي في الشوي او في الطعم اللي في الفرن. تعالوا نقول مقادير كباب الدجاج. عندي كيلو دجاج مفروم، عايزين تحطوا صدور بس ماشي، عايزين تحطوا نص صدور مع نص وراك الدجاج عشان اللحم الاحمر او جزء تحت السفلي من الفرخه بيبقى طري اكتر ماشي. عندي بصله مفرومه ناعم خالص، عندي فلفل رومي احمر مفروم زي ما حضراتكم شفتوه، بقدونس مفروم ناعم، عندي ثوم مفروم ناعم، معلقتين بقسماط، بابريكا وكمون، شطه مجروشه دي اختياري لو حابينها سبايسي، ملح وفلفل، واعواد خشبيه وممكن ما اعملهاش باعواد خشبيه اصلا، وهوريكم هنعملها ازاي. طيب عندي زيت طبعا، سواء هنشوحها او هاخد معلقتين زيت وهدخلها الفرن، وانا الصراحه النهارده هسويها في الفرن. طيب الصوص بتاعها ليها صوص كده جميل قوي، لو حابينه اوكي، لو مش حابينه براحتكم، يعني ممكن نعملها بصوص وناخدها ناكلها جنب رز زي ما احنا هنعمله، ومش شرط يكون رز بالالوان، ممكن يبقى رز ابيض. انا عامله النهارده الرز ده عشان خاطر فريده. عندي زيت وبصله وفلفل احمر زي ما احنا متعودين، فلفل احمر بتاعنا الرومي العادي، عندي طماطمتين وعندي فلفل حار ده اختياري، ممكن نحط مكانه معلقه بابريكا مفيش مشكله، معلقه صلصه طماطم وميه وربع كوبايه خل، اقدر احط فيها الكفته دي واسويها تغلي غلوه وناكلها مع رز بشعريه او مع رز ابيض، جميله جدا حقيقه يعني هي كوصفه جميله جدا. فزي ما حضراتكم تحبوا تاكلوها اعملوها، انا هعمل الاثنين، هديها جزء في الفرن وبعدين هطلع اديها الصوص بتاعنا ده. خليني الاول اجهز الصوص مع حضراتكم عشان هو ايه بسيط وسهل. هاخد كده اول حاجه معلقتين زيت، بسم الله، وهاخد البصلايه. البصل اللي انا هحطه في الصوص مش شرط يكون بصل مفروم ناعم قوي، مش زي اللي انا هحطه في الكفته، عشان انا في الكفته ببشر البصل، ببشره وبديها نص معلقه ملح واسيبه ينزل الميه، وما برميش الميه بتاعت البصل، انا باخدها ابصم بيها على الكفته فاديها طعم، فانا اخد بس التفل بتاع البصلايه. طيب هاخد هنا شويه بصل كده اهم. الصوص ده جميل قوي هيعجبكم، وهي فكره كمان انها كفته فراخ. طب انا ينفع اعمل ده لو عندي فراخ مسلوقه؟ ممكن نعمل ده لو عندنا فراخ مسلوقه، بس في الحاله دي مش هنحتاج بقى الجزء بتاع تسويه الفرن، هنحتاج بس الجزء بتاع الصوص ان احنا نعملها ونصبعها ونحطها ايه في الصوص بتاعها بس، فيبقى احنا جددنا من حاجه موجوده عندنا
وعملنا لها صوص جديد وقدمناها كأنها أكلة جديدة مختلفة. طيب هنقلب كده، أنا حطيت رشة ملح وفلفل، هزود النار هنا وخليني هنا. بصوا بدأ يغلي الرز، هنهدي بقى النار أهو، هسيبه. هنشوف الرز الأول، أول ما يبدأ يتشرب هدي النار، أنا هديت النار أهو، هسيبه على نار هادية. نشوف بس الرز أول ما غلي، ونقلب هنا البصل والثوم أهو، هبدأ بقى أقفل عليه كده ونسيبه بقى يتشرب. ومعانا ريحانة، أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحييكي على وصفاتك المميزة حقيقي. الله يسعدك حبيبتي، اسمك جميل ما شاء الله. انت اللي جميله حبيبتي. الله يسعد قلبك حبيبتي، وصفاتك جميله وكمان النصايح اللي بتديها حبيبتي. تسلمي لي يا رب، شكرا جزيلا. وحلو قوي النهارده، انا قاعده متابعه رز ملون حبيبتي عشان خاطر فرودي. انا بحب الاطفال قوي وما اقدرش يطلبوا مني حاجه وما اقدرش ما اعملهاش. ربنا يسعدك. تسلمي لي حبيبتي. كنا عايزين برضو الشاورما، يعني عيوني نعمل لك شاورما فراخ، يعني تقولي لنا ديت ودي. من عندي ولعندي اعمل لكم الشاورما من عيني. صباحك هنا يا رب العالمين. تسلمي لي، شكرا لحضرتك ولذوقك. طبعا نعمل الشاورما الفراخ، وانا هعملها لحضراتكم بالطريقه الحلوه بقى اللي نعمل لها في الفرن زي ما بيعملها في بالظبط عند بتاع الشاورما، بس طبعا يعني في حاجات البيت الجميله بقى نعمل ده، ونعمل ان شاء الله مره تانية فتت شاورما اللحمه، لان انا عارفه ان في اماكن مشهوره جدا بتعمل فتت شاورما اللحمه والجمبري، والشباب بيحبوها قوي. يجوا بقى كده ليه العربيات كلها مركنه في واقفين كلهم ما شاء الله، ايه فتت شاورما فتت شاورما فتت شاورما. بتبقى وجبه مغذيه فيها رز جميل وفيها ناس بتعيش لا باس بيها، والشاورما معموله بطريقه جميله وليها تستحل. ان شاء الله نعمل حاجه كده. حاضر من عنينا الاثنين. اكتبي يا ندى، عايزين في القريب العاجل يا نودي. انت رحتي فين يا نودي؟ قطتك كلت حته من لسانك ولا ايه؟ نودي انتي فين يا نودي؟ انتي مش قريبه ليه يا نودي؟ افندم استاذ شوارب، انت بعد ندى ليه يا استاذ شوارب؟ هي متعاقبه ولا حاجه؟ ليه يا فندم؟ هما معاقبينك ولا ايه يا نودي؟ لو سمحت انا عايزاها جنبي يا فندم بعد اذن سيادتك يعني. ايوه ايوه، هو استاذ شوارب ما بيحبش حد يقعد جنبه، معرفش ليه، مع راجل محافظ محافظ. طيب خليكي جنبي. احنا حطيناها اهو يا استاذه ريحانه، الاسبوع اللي جاي ان شاء الله نعملها لحضرتك من عينينا. بصوا بقى هعمل الصوص، بس انا هزود شويه ميه كمان، وهنعمل جنبها التوميه البيتي، بس مش هنحرق الباقي بقى، يعني احنا كده ما حرقناش كده يا ندى. ماشي، عشان خاطرك انت بس يا نادي حبيبتي. هعمل كده، خليه بقى ياخد ويدي شويه، وبعدين لما تبدا تصلصل سنه هروح مزوده شويه ميه كمان. انا هنا بس عايزه ادي نص معلقه بابريكا عشان ادعم الصوص شويه، وبابريكا عاديه يا جماعه مش مدخنه. الحقيقه المدخنه دي طعمها مش هيبقى مع كل حاجه حلو، فخلوا بالكم وانتم بتشتروها، عشان ساعات بيبقى في العطاره يروح مديكي من الغاليه اللي هي المدخنه على اعتبار يعني ان انت طلبتي بابريكا، فحددي له قولي له انا عايزاها مدخنه او مش او عاديه، عشان ساعات في ناس بتتعامل بالموضوع ده فبيبقى ايه عايز يبيع. بس عايزه اقول لكم بقى كباب الدجاج ده، يعني الوصفه دي تقريبا بترجع للمطبخ الحلبي. على فكره مطبخ الحلبي غني جدا بوصفات رائعه وليها تيست مميز. انتشرت يعني في بلاد اخرى زي ايران مثلا، بيضيفوا لها بقى هم الزعفران، بتبقى جميله. في بلاد اخرى كمان بتضيف لها توابل مختلفه، ممكن اللبنانيين اعتقد، صح يا ندى؟ انا فاكره وتركيا طبعا. لا تركيا دول اساس الكباب يا بنتي حبيبتي. بس هم كل اكلاتهم هناك بالضاني، ما بيستخدموش لحم الا الضاني، الضأن، لحم الضأن. معانا ام اسلام حبيبه قلبي، صباح الفل. صباح الهنا يا حبيبه قلبي. عندك غياب؟ معلش بعتوا لي الدفتر امبارح وشفت ان عندك غياب. والله الفتره دي حياتي. لا عذراك يا نور عينيا، والله احنا بس بنحبك. والله يا عظيمه راجعه امبارح حياتي، واخده المطره كلها. يا روح قلبي
المهم انت كويسه وبصحه وعافيه، ده اهم حاجه. الحمد لله. انا برضو السخن والميه والليمون وكده على طول على طول. الف سلام عليك يا قمر. يا قمر حبيبتي حقك عليا. لا يا روح قلبي، احنا بنحب كل الناس اللي تعودنا نسمع صوتهم، بيفرقوا معايا جدا الحقيقه. انا عارفه حبيبتي، تسلميلي. انت بالف صحه وسعاده الدنيا كلها يا روح قلبي. سلميلي يا عمري. ربنا يبارك لك يا حبيبتي، والاكلات الجميله اللي بتعمليها دي. يا روح قلبي ربنا يخليكي. انت بقى نقول ايه اللي عملنا من الفسيخ شربات؟ ليه بس؟ والله ابدا. لا يا روحي، لا هقول لك يعني لو ما يكون في بواقي عندنا في الفريزر، إعادة التدوير دي، إعادة التدوير مهمة في الأسعار اللي احنا فيها دي. أيوة بتبقى طبعا لازم نعمل كده، لازم. صح بصراحة. ربنا يخليكي، وانتوا لو عوزتوا أي حاجة أنت عارفة إن أنا عينيا ليكوا. تسلمي يا حبيبتي. حبيبة قلبي تسلميلي، دايما منورة الدنيا حبيبة قلبي. منور بوجودكوا والله ومتابعتكوا يا حبيبتي، ويبارك لكل كرو البرنامج. آمين. قناتنا الجميلة والنادي الأهلي الجميل. آمين. ربنا يبارك لكم كلكم حبيبة قلبي. تسلميلي يا حبيبتي، شكرا ليكي. ما تحرمش من سماع صوتك. ولا منك يا قلبي. حبيبة عمري تسلميلي. بصوا بقى بحط في أنهي مرحلة؟ اول ما يبدا يتشرب. شفتي يا نودي، وانا مش هلونه كله، انا هسيب فيه جزء ابيض وجزء الوان خلاص، علشان يبقى واحده وواحده، يعني مش عايزينه ايه عشان لو العيله بتاكل ما يبقاش في حد مش حابب، بس طبعا هو بيبقى جميل جدا. يعني فكره فرودي خلتنا نعمل حاجه احنا بنحبها. صح يا فرودي، هنزود لنا شويه اصفريك. الاصفر ده ممكن نحط مكانهم زعفران او كركم اللي موجود. خلاص انا بس عملته بالكالوريز عشان عارفه ان الاولاد بيحبوا قوي الحاجات دي. ماشي كده، يبقى احنا كده عملنا ده. هقفل بقى على شويه البخار دول، لازم يكمل سواء الحبه شويه صغيرين. بصوا الصوص عمل ايه هنا، تعالوا كده بدا الطماطم تخس شويه، هزود شويه ميه كمان خلاص عشان تبقى فيها طعم والطماطم تاخد تسويتها وتبقى حلوه. وانا مش هعمل اي حاجه الا لما استسمح حضراتكم في استراحه صغيره. هنرجع ان شاء الله بعد الاستراحه نستكمل مع بعض وصفه التوابل بقى اللي هنعملها في الكفته الحلوه دي، في انتظار حضراتكم. ورجعنا لحضراتكم مره تانية بعد الاستراحه. دلوقتي بقى هنبدا في الكبابه. كبابه كفته الفراخ. نعمل ايه؟ بسم الله. هلبس بقى كده الجلافز، هوريكم الاول الرز اول ما يتشرب. هنحط الالوان زي ما حضراتكم عارفين كده. وهنا بصوا البصل، خليني اعصر هنا البصل. ايوه هنا تفل البصل، معلش احطه مع الفلفل هنا. انا عايزه ايه، اخد الميه بتاعه البصل دي في بوله عشان ابصم بيها مع اهو رشه الملح، بتخلي بصوا ميه البصل ما شاء الله اهي، شايفين ما شاء الله كميه ميه البصل رائعه. باخد ايه بقى عليها، رشه ملح. لا طبعا ما سمعتش اي حاجه كده، سامعاكي كويس. قصتي تقولي سمعتيني، اذا هو فعل ماضي. اوكي سامعاكي حبيبتي. كده رشه ملح وفلفل خلاص، علشان ايه، ابقى خليت ليها طعم حلو. خلاص هنيجي بقى هنا، بصوا الصوص، بصوا كاننا بنعمل شكشوكه او بنسوي اول جزئيه فيها بالظبط بنفس الطريقه الحلوه دي. اللي عايز يحط قرن فلفل او فلفل اخضر، مش شرط يكون حامي، مفيش مشكله. هنيجي بقى عند هنا، بسم الله الرحمن الرحيم، الكبه. هناخد الصدور او الوراك زي ما انتم عايزين. لو حضراتكم مش هتجيبوها مفرومه زيي انا، بس عشان يعني الهواء ما بيدينيش فرصه ان انا اخد وقتي، فحضراتكم هتبداوا الاول تخلطوا الفراخ لوحدها، يعني هنطحن الفراخ الاول بعدين نبدا نضيف عليها الاضافات. خلاص اهو بسم الله. شايفين ازاي اهو. تعالوا بقى ناخد من الثوم والبابريكا والبهارات. هاخد هنا شويه من الثوم، وهسيب شويه بقى الحلوين دول في الصوص. اخر حاجه الثوم ده على فكره فوائده كتير، وارجو ان حضراتكم تحاولوا تدخلوه في بعض الاكلات لانه مفيد حتى للولاد وللمناعه ولجسمهم وللمعده، مضاد حيوي طبيعي قوي من عند ربنا.
طيب هناخد البابريكا بقيه التوابل، ننزل ممكن المقادير مره ثانيه يا نودي بعد اذنك عشان تبقى معانا على الشاشه لاصدقائنا. طفل البصل اللي احنا صفيناه دلوقتي ومعاه الفلفل الرومي شويه حلوين كده، اللي عايز يحط حاجه سبايسي خفيفه ماشي. والمقادير قدام حضراتكم اهي، هاخد شويه فلفل رومي احمر. عايز اقول لكم انا هخلط دول الاول بس قبل ما احط الملح والفلفل، وبعدين هحط الفلفل يبقى باين منه كده مكعبات صغيره اهو. بصوا رشه ملح هحط شويه، حاضر بس برده مش دلوقتي. هخلط الاول، اول بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله. بقى نحط كام فلفلايه خضراء حمراء من الرومي اللي احنا حطيناه. اخر حاجه لو حسيت الخليط محتاج ازود بقسماط، ما حسيتش خلاص. بصوا كده شويه بس مش كتير. عايز اقول لكم طعمه رائع. بسم الله الرحمن الرحيم. انا حطيت امنت نفسي في معلقه بقسماط او اتنين، لان لو انا جيت خلطت دلوقتي زي ما انا عملت مع حضراتكم الفلفل الاحمر، فلفل احمر ده فلفل رومي في نسبه ميه خلاص، ممكن قوي ينزل شويه الميه بعد ما يقعد شويه مع الكفته. فانا لازم اراعي ان في حاجه تمتص شويه السوائل اللي نزلوا عشان ما تفكش مني، اذا انا هعملها على الفحم. تمام. طيب حطيت في ميه البصل قدام حضراتكم رشه ملح وفلفل بس، اللي عايز يبشر طماطميه ماشي خلاص، كل دي حاجات لطيفة. هاخد كده في البولة دي هنزل الكفتة دي، بسم الله الرحمن الرحيم. عايزة بس أشيل دي عشان ما تعورش حد. هنا هاخد كده الريحة تجنن. وبعدين معانا أم جوزيف. يا أهلا يا أهلا. أهلا بيك يا قمر، ازيك يا وادي وانتي طيبة. بقيت الفراخ أهي طيبة، ربنا يخليكي يا رب. تسعدي حبيبة قلبي يا أم جوزيف، وحشتينا والله. تسلم يا حبيبتي، ربنا يخليكي يا رب. الله يحفظك. بصي يا قلب طيب، دكتور الفراخ أنا أخذتها وفرمتها حلو، تعملها اللي هي يعني زي الكفتة كده حلو. طيب احط لها ايه طيب؟ انا لسه عامله، حطي اي حاجه من اللي انا حطاها، حط لها ملح وفلفل وبهارات فراخ، حط لها فلفلايه لو عندك رومي قطعيها، وشويه بقدونس، والله طعمها هيبقى روعه. ما هي عشان الاحفاد عندي بيحبوها. جربي لهم بس الكفته دي وقولي لي رايك. ما انا هجربها ان شاء الله. جربيها يا رب تعجبهم ان شاء الله يا ام جوزيف. وتحط بقسماط في يعني اهو، حطيت معلقتين بقسماط اهم. طيب ماشي. خلاص؟ ماشي. وصبعيها بقى، حطيها في الفرن براحتك، اعمليها على الجريل بره براحتك، سويها جوه الصوص ده براحتك، اللي انت عايزاه. طيب ماشي يا قلبي، ماشي حبيبتي. وانت طيبه بصحه وعافيه حبيبتي. شكرا ليك يا روح قلبي، الله يسلم عمرك حبيبتي. بصوا بقى لو انا هعملها في الاستكس، فين الاستكس يا ولاد؟ اهي. اصل رفيعه من البصل هعمل كده، شايفين ازاي؟ لو انا عايزه اعملها على
الشكل ده. مش هعمل كده، انا بس بوري الناس ممكن تبقى كده. هي بصوا ولا هتقع ولا هيجرى لها حاجه. طيب انا بقى مش عايزه اعملها كده خالص، انا عايزه اعملها بطريقه سهله وبسيطه تدخل الفرن وتريح حضراتكم. خلاص، فهاخد من ميه البصل وهشكل صوابع صغنونه زي ما انتم شايفين كده، وتدخل الفرن عليها معلقه زيت تطلع قمر اهي. خلاص هنجمع بقى الكفته بتاعتنا اللي اتجنن دي، اللي بقى عايز يحطها في بيض وبقسماط، اللي عايز يعملها مشويه، بس هي احلى طعم ليها المشوي. حضراتكم تقدروا بالطريقه دي تعملوا لها فحمايه، والفحمايه تحطوها بعد ما تبدا تستوي ونشغل الشوايه من فوق بتاعه الفرن تاخد لون، وبعدين نروح جايبين فحمايه حاطينها جوه ورقه فويل وجواها شويه زيت او معلقه سمنه، وتحطوا الفحمايه جوه الفويل وتقفلوا وتغطوا البايركس وتسيبوها جوه الفرن بعد ما تطفوه كأنكم بالظبط شاويينها. خلاص، واحنا ايه متابعين هنا الصوص بتاعنا. عايزه اقول لكم الكفته دي مش هتبطلوا تعملوها، حقيقي جميله وطعمها حلو. مين يشهد الكفته؟ انا. مين اللي بيقول؟ مين؟ مونتي؟ يا مونتي ما انت هتدوقها يا مونتي، وبعدين انا هاجي لك في الحلقه الثانيه اقول لك مين شهد للكفته. شطحينا؟ لا يا مونتي، انت ممكن تروح البيت وربنا يعني يديهم الصحه ويعينهم ان شاء الله. ونشوف، خدوا مونتي من الكنترول يا جماعه. هو انا قلت لك انا يعني بحس ساعات ان انا فيك من روح ابني، اي نعم، بس مش للدرجه دي يا مونتي. بيقول لي انا كبير شويه على ان انا ابقى زي ابنك يعني. قلت له لا، بس هي الاحساس، الروح مالهاش علاقه دي. يلا انت موافق؟ خلاص عمالك طحينه يا مونتي. حاضر. بصوا ماسكه نفسها ازاي، شايف عينيا بس كده، بصوا الجمال، شايفين حضراتكم؟ ادي الكفته. يبقى احنا هنفرم الفراخ اول حاجه، وبعدين نحط الخليط اللي اتفقنا عليه مع بعض اللي هو عباره عن ايه. نزل المقادير تانية يا نودي بعد اذنك. اهي شايفين ماسكه نفسها ومش محتاجه تسقع والله خالص. وادي ميه البصل ببصم بيها، بتدي طعم وتخليني ما احتاجش احط زيت الا معلقه واحده بس في الاخر على الوش. لو انا استخدمت الاوراك هي فيها نسبه دهن كفايه اكتر من الصدور، خلاص فهي مش هتحتاج، هتبقى فيها دسم منها فيها يعني. وادي المقادير مع حضراتكم، اللي عايز يخليها سبايسي هيحط معاها حاجه سبايسي اهي. عايزين نغرف الرز بقى، الرز استوى على فكره، ممكن تجيبوا شكله وهو جنبي هنا، مفيش مشكله. هو باين منين؟ باين يا استاذ شوارب فين؟ ايوه جوه الحله لازم. ايوه كده، يا سلام. ايوه مين يشهد الرز؟ انا حبايبي كده، بسم الله. شايفين ازاي هعمل كده في بايركس كله وادخل بقى الفرن، هشغل شويه. معانا هبه من القاهره، اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انت طيبه يا حبيبتي، وانت صحه وعافيه، نور عيني. اخبارك؟ الحمد لله حبيبتي. الحاجات الحلوه بالرز ده شيء جميل جدا بقى، وطعمه تحفه، مبهج. لا ولو الوانه كده يعني بصراحه جميله، ربنا يبارك لك. تسلمي يا حبيبتي، الله يسلمك. وكمان ممكن نحط على الرز دوت خضار مثلا اللي انت عايزاه براحتك، بس شوحيه في الاول. ده خضار كده لو كل الحاجات دي تتحط عليه برضه بيدي طعم احلى ولا؟ بصي احنا عملناه امبارح كان تحفه، حطينا فيه بسله وجزر وفاصوليا خضراء وبصل وتوم. تمام. كان تحفه. لا هو بصراحه لونه جميل وشكله حلو، انا عايزه ادوق بقى. يلا بس كده قولي لنا العنوان، سيبيه في الكنترول، واحنا مروحين نبعته لك فورا. الله تسلم ايديك. والله جميل، تسلم ايديك. الله يسعدك. كمان حلوه وجديده قوي يعني، هتعجبك طعمها قوي. الطريقه حلوه. انا عايزه كمان كفته الفراخ بقى. من احنا عاملين قولي، بس عايزاها بطريقه تكون يعني سهله، يعني مش عايزاها تطلع ناشفه. طب بصي احنا النهارده عاملين تعتبر شبه كفته الفراخ شويه، حلو؟ بس احنا خلطنا ايه عشان ما تطلعش ناشفه؟ خلطنا الصدور مع الوراك عشان تعمل ايه؟ تبقى اللحم نفسه طري في ليونه. صح. خلاص؟ ومش هتحتاجي ماده دهنيه معاها كتير عشان ما تفكش منك.
تمام. واعمليها بقى زي ما انت عايزه، فحم بقى ولا جريل ولا اي حاجه زي ما احنا عملناها. بس طلعت ناشفه فالولاد ما رضوش، قالوا لي لا ماما ناشفه. سويتيها فين؟ سويتيها فرن؟ سويتها، لا سويتها على الشوايه. على الشوايه الفحم؟ اه. بصي شوايه الفحم لازم نسبه دهن كويسه. ليه؟ عشان الفحم تسويته غير الفرن وغير الجريل. خدي بالك من النقطه دي، سواء مع اللحمه او مع الفراخ. عشان كده احنا دايما بناخد الطاووق بس نشويه، ما بناخدش صدور الا بالطلب. قولي نشفت ليه؟ صدور لا، صدور لا، صدور لا حبيبتي، لحمها اصلا ناشف لوحده. لازم تاخدي الوراك بس. وراك؟ اه. طب تمام حبيبتي، تسلمي يا عمري، تسلمي تسلمي يا قلبي، نورتيني في حفظ الله، مع الف سلامه. بصوا بقى خلاص خلصنا البايركس دي، مش هتاخد اكتر من 10 دقايق 12 دقيقه في الفرن اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. وايه؟ وتمام اهو. ده صباع كبير هنقلله، خلينا بس دي نشوحها كده عشان بدات تاخد، تطلع الريحه بتاعتها. نزود شويه ميه صغننين. تؤمر. انت هتشوفها. مين يشهد للكفته يا مونتي؟ هل هتكش؟ لا ان شاء الله مش هتكش. عشان الجماهير ماشي يا مونتي، احنا نشوف مع بعض. ايه رايك؟ بس في صباع صغير عشان ما تحاسبنيش عليه. لا بس ماشي، طيب اتفقنا. نشيل بقى الجلافز ده ونستسمح حضراتكم، نحط كده نقطه واحده بس كده، بس كده. وتعالوا بقى ندخل الفرن. بسم الله، فرن 180 على الشبكه في النص، شغال شوايه وفرن، بس شوايه على الهادي اهو. يلا بينا. بسم الله. وتعالوا بقى نغرف الرز بتاعنا القمر ده. هناخد بقى الحاجات دي نشيلها خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. ناخد الرز بتاعنا، هنجيب لوش او حاجه كده نغرف بيها، مش لوش. وهناخد كده، بسم الله بسم الله، كل لون على حدة. والأزرق؟ لا لا لا، احنا عايزينه يبقى كالرز كده، لأن الولاد فكرهم في الأكل غيرنا. هتقول أنا عايزة من الأزرق شوية وعايزة من الأحمر شوية، فهتاكل كويس. حلو؟ فهمتيني يا نودي؟ فهمتي؟ لكن لو احنا هنحط كله مع بعضه ممكن ما يبقاش الفكرة هي اللي بصي بقى، يا نهار أبيض أهو. احمر بقى ده احلى حاجه، لون الاهلي المفضل صح؟ ضرب نار اهو. طبعا يتاكل، دي الوان طعام صحيه. وانتوا مش بتاكلوها في الكيك ان شاء الله ولا ايه؟ والله لو مش هتاكلوه يبقى يعني يا سلام، خير وبركه. البلد بيقولوا لكم وفرتوا. شايفين الجمال؟ عملت لك اللي انت عايزاه ندى عشان ما تزعليش مني. بس وشويه ابيض برضو في النص كده، حلو كده. ده اوف وايت، ماشي. ما احنا عشان الكاري بقى اهو. تمام كده. وهشيل القرنفلايه دي، وادي الحبه هنايا كمان نشيلها خلاص كده. حلو حلو، يلا بينا. يبقى رز مسكر. الله، يلا بينا نقدم بقى عشان خاطر فرودي القمر اهو. الرز الملون. عايزين نعمل ايه؟ ها؟ براحتكم عشان نعمل السلد. طيب يلا نستسمح حضراتكم في استراحه ونرجع نعمل سلطه جميله جدا من الخضروات المتالقه في الشتاء. يلا بينا بعد الاستراحه نعملها مع بعض. ورجعنا لحضراتكم بعد الاستراحة. بصوا اوريكم شكل الكفتة، تبقوا شايفين بس بدأت تبقى ازاي اهو. احنا بقى هنعمل حركة كده نتحايل عليها، نديها تيست روعة. بس ايه، اول ما تقرب من التسوية
بصوا احنا مشغلين كده ايه شوايه على الهادي والفرن مع بعض. طيب تعالوا بقى هنا نسمي اللي هنعمل سلطه حلوه قوي، وخلينا نكسر من المشروب الاحمر والاخضر في الشتاء. بصوا على الرز، بص لسه بيسالوني المصورين يعني يا شيف تمام، بصوا جميل ازاي، الله تسلم ايديكم والله. الرز جميل ودي الوان صحيه خاصه بالاطفال زي ما بنعملها في الكيكس والكب كيكس والحاجات الحلوه، ومصرح بيها وامنه وما تخافوش منها، بس ما نجيبش الوان باودر، جيبوا الالوان الجل. انا استخدمت الجل والسائل لان هي معروفه، الالوان الباودر دي انا دايما ببعد عنها، واحيانا ما بتبقاش النوع كويس بنضطر ما يديش الدرجه وتضطروا تخفوه بميه الاول، فملوش لازمه، انا ببتعد عنه دايما. خلاص طيب عندنا هنا بقى للسلطه، تعالوا نتكلم عن السلطه بتاعتنا النهارده. عندي سلطه الجرجير بالرمان، انا النهارده هضيف لها شويه حاجات كده حلوه ان شاء الله تبقى سلطه جميله مغذيه مفيده. الناس اللي بتعمل دايت، الناس اللي عندها مقاومه انسولين، الناس اللي عندها مشاكل في انها تاكل بعيش، نقدر نكسر من الخضار، الخضار كتير جميل. طيب تعالوا نقول ايه عندنا الجرجير طبعا، خلاص انا هجيب لكم بقى صوره الجرجير والجنينه بتاعتي هنا، معلش عشان بس تطلع مع حضراتكم هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه 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 بقى، ادي الجرجير وادي البصل الاخضر، وعندي بنجر مسلوق، البنجر اهو، وعندي كمان حمص لو موجود، عندي كوبايه رمان حب، عندي خيار، عندي فلفل الوان، عندي بصل احمر، عندي زيت زيتون وعصير ليمون ومعلقتين من دبس الرمان، وهستخدم السماء وهنتكلم عن فوائده وهقول لكم اللون الاصلي للسماء بيبقى عامل ازاي عن اللون اللي بنبقى ساعات شايفينه احمر فاتح، ده ما بيبقاش اللون السماء الاصلي. وملح طبعا وفلفل. طيب يلا بينا يلا بينا، بسم الله. هاخد اول حاجه كده، خلوني ايه اخد الاول البنجر. البنجر ده احنا سالقينه، والبنجر لوحده رائع. هنكسر بقى من انهي مشروب اللي نتكلم مع حضراتكم عليه؟ ايوه السطور اهو، المشروب الاحمر. نقدر ناخد بنجر زي ده، والبنجر عاده مش شرط نسلقه عشان نعمله عصير، يعني احنا نقدر ناخد البنجرايه، البنجرايه دي ممكن تبقى ايه، تبقى نيه بنقشرها وما ناخدش جزء كبير منها عشان الطعم بتاعها، انا بحاول اخدها بمعظم فوائدها. بصوا انا هقطع تقطيع كده ايه قريب من الشكل اللي انا عايزه يعني اعمله في باقي الخضار اللي احنا مقطعينه يعني. خلاص، فنقدر ناخد منه بنجرايه صغيره، ونقدر نخلطه مع الفراوله، كام حبه فراوله، وناخد معاهم حبه رمان صغيره يعني نص كوبايه رمان، وشويه ميه ومن غير سكر خالص. لو عايزين تدعموا للاطفال ممكن نعمل معاهم معلقه عسل ابيض. حلو الكلام. طيب المشروب ده مفيد قوي للدم، للمناعة، للناس اللي عندها أنيميا كبار وصغيرين. المشروب الأخضر بقى، نتكلم عن المشروب الأخضر. المشروب الأخضر ده ديتوكس رائع مفيد جدا، خصوصا تفاحية خضراء إذا تواجد، عودين كرفس، هنحط معهم بقدونس. في ناس بتحب تخلط الخيار، بتحط خيارايا عشان يبقى فيه نسبة ألياف كده حلوة للمعدة، بتخلط الخليط الأمور ده كله مع بعضه. معنا مين؟ معانا فاتن، أهلا وسهلا فاتن، أهلا بيك. أيوة معي. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا أهلا وسهلا، نورتينا. الله يخليك. تسلمي، انا بحبك جدا يا نور عيني، ربنا يخليكي. انا بصي انا كنت تابعك من زمان يا حبيبه عمري، ربنا يسعد قلبك. اللي انت عاملاها جميله قوي، تسلمي لي يا حبيبتي. اتفضلي معانا. اتفضلي. بقول لك الكفته دي ممكن الواحد يعملها زي الهمبرجر؟ طبعا طبعا، شكليها على شكل البرجر واعمليها على الجريل بس، وادعي لي بعدها. بس مش محتاجه حاجه تاني. انا بدعيك من يا حبيبه عمري. انا تبعيكي اصلا. ربنا يسعد قلبك الحلو يا حبيبتي والله، شكرا ليكي. شرف ليا متابعتكم والله، على راسي من فوق حقيقي، محبه حضراتكم دي غاليه عليا جدا 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 فوق ما حضراتكم تتخيلوا.
يعني انا فعلا بسجد لربنا شكر كل يوم على محبه حضراتكم، لان دي نعمه كبيره ما يعرفهاش الا اللي فقدها، واتمنى من الله انها ربنا يديمها نعمه علينا كلنا، لانها حقيقي حاجه حلوه. بصوا انا معلش انا هعمل الجرجير كده، لان انا في حاجه عايزه اتكلم عن الجرجير ده شويه. اولا تقدروا تحطوا مع المشروب الاخضر ده جرجير، الجرجير ده مفيد قوي، ويا سلام لو بنعمل ساندويتش جبنه او بنعمل جبنه بالطماطم حطوا جرجير، بتعملوا سلطه حطوا جرجير. عايزه اقول لكم مفيد جدا لصحه العظم. ده بقى اللي احنا شايفينه ده دوره رائع في انتاج الكولاجين. غني جدا مضادات اكسده عاليه جدا. بيعزز المناعه جدا، صحه الجسم جدا، والجلد ممتاز، وللشعر ممتاز. احنا كنا زمان انا فاكره ايام مامتي ربنا يرحمها كانت تخلط لنا الجرجير ده في الخلاط مع الصبار وتصفيه وتحطهن في شعرنا عشان يرطب الشعر ويطول الشعر، فرائع. طيب تعالوا بقى نتكلم عن غسله. الجرجير عادة أي خضرة في الدنيا حضراتكم هتجيبوها ورقية هنجيبها تحت الحنفية، الأول هنشطف أول كام شطفة كده لما نتخلص من التراب والطين اللي بيبقى باين قوي واضح في المية. بعد ما بنعمل الخطوة دي لازم أجيب شوية مية أحط فيهم شوية خل وأسيب الحاجات الورقية دي شوية، وبعدين أبدأ أمسك الورقة بإيدي وأعمل كده عليها، لأن سطح الورقة بيبقى عليه شوية من البكتيريا. بصوا اوريكم بس الفراخ قبل ما تاخد لون كده، معلش هلف لكم، هلف ده. بصوا بسم الله، معلش انا هعمل خطوة هنا اسمحوا لي هطلعها كده، طبعا اللي عايزها كده خير وبركة. انا بقى هعمل ايه عشان اديها طعم حلو؟ بسم الله، وهدخلها تاني الفرن. بصوا بقى بسم الله، اهي بسم الله، شايفين ازاي؟ تعالوا بقى ندخلها، هندخلها الفرن 5 ثواني وهنرجعها تاني نغرفها. لا لا ما يتحطش من الاول. للجمهور طيب. اولا انا مش عايزاها كفته صايصه في الصوص، انا عايزاها كفته ناشفه ومدتني طعم، واللي عايز يحط منها اكسترا كده ياكلها مع شويه رز اللي هو تبليعه بسيطه هيعمل كده، اللي عايزها زي ما هي وتطلع مشويه مش هيحط لها الصوص ده، وهيروح عامله جنب الوصفه للي حابب وهيحط فيها فحميه. خلاص يبقى احنا كده في الامان. تمام، ادي الجرجير، هشيل بس الحاجات اللي هي طبعا احنا بننقي الجرجير ده، انا فاكره ممكن تقف على الحوض تنقي واحده واحده، حتى البقدونس حتى الشبت اي نوع من انواع الخضار. هاخد بقى ايه البنجر، انا بحب بصراحه الخضار ما يتقطعش كتير، ودي نصيحه دكاتره دايما يقول لك كل ما تقطع الخضار صغير كل ما تفقد كل الفيتامينز اللي موجوده فيه. احنا مش عايزين نفقدها، احنا عايزين ناكله ونتبسط بيه. وهو مسلوق ليه طعم مقبول للاطفال دون ان نخلط عليه توم او حاجات من دي، فهو مستصاغ. تمام، فاحنا عايزين ناكل بالشوكه حاجات مفيده ونكثر منه في الفتره دي. في كمان سلطات فواكه، سلطات خضار بيتضاف ليها الفراوله بتبقى جميله جدا، لان هي كمان مليئه مضادات الاكسده، الفراوله كمان نسبه السكر فيها قليله ما هياش عاليه، فهي من الحاجات الجميله المفضله حتى للناس اللي عندها مقاومه انسولين، من انواع الفواكه المفضله والمحببه المطلوبة يعني. طبعا شوية صوص البنجر دول أنا مش هرميهم، هرجعهم كده عليه. خلاص؟ طيب عندي بقى هنا شوية من الفلفل الأخضر والبصل الأحمر، طبعا أحط بصل أخضر لكن الفلفل الأحمر جميل. هناخد شوية من الخضرة الجميلة دي الأخضر الحلو، فكروني بالكفتة يا ولاد إذا تكرمتوا يعني. كل أنواع الفلفل اتفقنا، أخضر أحمر أصفر، غالبا بتكون نفس القيمة الغذائية، بيتشجع قوي وبتساعد في الحرق لأنه بينشط الغدة الدرقية جدا. بصوا كده رائع يعني. خلاص مش عايزة أحط كتير. بصوا بقى كم واحدة بصل أحمر، لأن أنا هضيف أخضر، بصل أحمر دايما فيه نسبة برضو سكر حلوة،
وهو يفضل للسلطات عن البصل الأبيض اللي بنستخدمه في الطهي. طبق سلطة محترم. عندي الخيار، بصوا انا مقطعه الحاجه، معلش انا يمكن ما بحبش السلطه اللي بتتقطع نمنم، ما بحبهاش، ما بستمتعش وانا باكلها، لانه بحس دايما ان هي ضاع منها حاجات كتير. ادي الخيار، دايما تكون الخضروات اللي حضراتكم هتعملوا منها طبق سلطه التقطيعه تكون قريبه لبعض. خلاص ادي الخيار. انا لو عصرت على الطبق ده ليمون بس من غير ملح فانا مستفيده منه، الملح الليمون بيحل محل الملح، يعني يدينا طعم المزازه دي كانه فيه بالظبط ملح اهو. طيب عندي شويه حمص، بسم الله، بسيط مش كتير اهو. عندكم فاصوليا بيضة، عندكم فاصوليا حمراء، اي حاجه من البقوليات ممكن نضيفها. معانا نهى من قنا. اهلا يا نهى، اهلا وسهلا. ازيك يا شيفا؟ اهلا بيكي حبيبه قلبي. ازيك يا شيفا؟ اهلا بيكي حبيبتي، اتفضلي يا نهى سامعاكي. انا بحب سوا والله. يا رب اسعد قلبك يا نهى، شكرا لحبك ده يا حبيبتي. كفته البطاطس، كفته البطاطس من عندي ولعندي، نزلي لنا يا نودي كفته البطاطس. حبيبتي شرفتيني ونورتيني، وتحيه لكل اهل قنا. انا حطيت الجلافز فين يا ولاد؟ اه يا ريت تفكروني. ايه يا محمد نشلت يا ولاد؟ لا لا بس الحمد لله لقيته خلاص. يلا بينا، بسم الله. اوبا بابا بابا، بسم الله. بصوا كده، ايه ده، هنقدمها حالا. ايه الجمال ده؟ هاتوا بس كام بصله خضرة نظبطهم بقى مع بعض هنا. عايزين بقى تفتحوها، ماشي، يعني عايزين تفتحوها كده من النص. تسلم ايديكوا وعينيكوا. اوه ايه الجمال ده، تسلم الايادي والله. هاخد كده حبايبي، تسلموا، تسلم ايديكوا حبايب قلبي، ربنا يبارك فيكم حبايب. بصوا اهو، خلاص يلا بينا بقى. احط بس اخر حاجه النص بنجرايه دي كده، نكسر اللون عشان هي الاساس بالنسبه لي مع باقي الرمان. يلا بينا. الرمان ده حاجة عايزة أقول لكم مهم جدا للبشرة، ده بقى من الحاجات اللي بتقلل نمو الخلايا السرطانية، رائع جدا لصحة الدماغ والمزاج. عصير بقى الرمان نفسه مفيد جدا للجهاز الهضمي، عايزة أقول لكم في نسبة مضادات للالتهابات جميلة جدا، مفيد جدا للقلب. نعمل الدريسنج، تعالوا كده هعمله مكان الرمان. هاخد كده رشة ملح ورشة فلفل بسيطة، مش بكتر الملح أبدا، وهحط معاهم شوية زيت زيتون وعصير ليمون وشكرا. اللي عايز يضيف بقى معلقة كمون براحتكم. ماشي، احنا لسه هنغرف الكفتة اهو، ندوب كويس وكده. شايفين ازاي السماق بقى عايزين نتكلم عنه، انا هجيبه بقى عشان هرش اخر رشه من السماق. بصوا بقى السماق ده لونه عامل ازاي، غامق شويه. ده بيستخرج طبعا كلنا عارفين اكيد من شجره اسمها شجره السماق، دي شجرة معمرة بتعيش في المناطق الجبلية أكتر حاجة، ونسبة مضادات أكسدة عالية جدا، فيتامين سي،
ده بقى من الحاجات الرائعه اللي بتقلل نسبه الدهون في الدم جدا، وماده حافظه طبيعيه للطعام. عايزه اقول لكم، وده بقى الناس اللي عندها مشاكل في العضلات بيخفف من الام العضلات. ايه، بقول كلام كويس؟ بسم الله، يلا بينا. تعالوا نقدم الطبق ده هنا في النص. الطبق ده لوحده غدا طبعا طبعا. انا بس عايزه اقدم الكفته. انتوا حاطيني طبق ايه يا حبايب قلبي؟ ورايا وان شاء الله ماشي. تسلم ايديك يا حبيبي. طيب يلا بينا، هنحطها هنا ولا عايزين طبق ابيض وتاوت البقدونس؟ اهو حاضر، انا هعملك اللي انت عايزاه يا نت. الحمد لله. طيب ناخد كده بالسباتولا دي كويسه. لا همسك بدي احسن. يلا بسم الله. تعالوا بقى بصوا بقى الكفتايه. شايفين ازاي؟ انا عايزه حضراتكم تدوقوا الكفته دي وتجربوها وتعملوها وتقولوا لي راي حضراتكم فيها ايه. اهي بسم الله. شايفين ازاي؟ واحنا يعني ماسكه نفسها والدنيا جميله بس ريحه خطيرة. بسم الله. اوكي. هنا. طيب ثانية واحدة بس عشان احط لكم شوية صوص. هنا. وناخد بقى كام واحده نحطهم عند، انت عايزه يا نوزي اخد كام واحده احطهم عند طبق الرز صح كده؟ ايه؟ حاضر. يا سلام انت تأمري. هنا. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. حلو الكلام؟ ده طمع زيادة ده يا نودي. حاضر اهو. حلو الكلام؟ يا سلام. وطبعا صحة وهنا على قلبك يا فرودي. ان شاء الله يا رب تعجبك الكفتة بتاعتي وتاكليها مع الرز القمر اللي انت طلبتيه. وادي الكفته، وطبعا الصوص ممكن نحطه في صوصيره صغيره او في بوله صغيره على السفره اللي حابب يزود مع شويه رز. الدنيا جميله وشويه السلطه زي الفل. نستسمح بقى حضراتكم دلوقتي ونستعد الى استراحه، نستقبل فقره طبيه في انتظار حضراتكم بعد الاستراحه.